أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. روسيا وإيران تؤكدان تعاونهما الاقتصادي والمالي مع سوريا، ودعوات سورية لتعزيز التجارة مع طهران. العمال في قطاع غزة يواجهون وباء كورونا بإمكانيات ضئيلة ومتواضعة. بنك التنمية الآسيوي التابع لمجموعة بريكس يمول مشاريع تنموية في البنى التحتية في كل من روسيا والهند. أهلا بكم. بحث مسؤولون من روسيا وسوريا تعزيز التبادل التجاري، حيث جرت مناقشة آلية تكون بديلا للحوالات المالية في التعاملات التجارية بين دمشق وجمهورية القرم الروسية، وناقشت أيضا مسألة الاستيراد والتصدير مع روسيا لحل موضوع تحويل الأموال، بحيث تستورد بضائع بمقدار المصدرة في الوقت نفسه ليصار بعدها إلى تخليص البضائع بين التجار المصدرين والمستوردين. دعت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة إلى تعزيز حركة التصدير من سوريا إلى إيران وتفعيل أسلوب التجارة بالمقايضة في ظل ظروف الحصار وتبعاته. وناقشت الغرفة المشتركة في اجتماعها الدوري بدمشق تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وحل الخلافات في القطاع الخاص بين المستوردين السوريين والإيرانيين. انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثاني من هذا العام بسبب تبعات وباء كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10%، وفي القطاع الحكومي بلغ 3.5%. وتراجع القطاع غير النفطي وهو محور الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، حيث انكمش بنسبة 8.2%. طالبت كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة بدعم صمود العاملين في ظل استمرار جائحة كورونا، ونفذوا اعتصاما تحذيريا للمطالبة بحقوقهم. أحمد غانم. هي واحدة من الرسائل المنددة بسياسة الحكومة الفلسطينية في التعامل مع ملف العمال المتضررين من جائحة كورونا. كتلة الوحدة العمالية طالبت الحكومة الفلسطينية بإلغاء سياسة التمييز بين غزة والضفة الغربية في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز الذي أسسته الحكومة منذ أشهر لتعويض القطاعات المتضررة من الجائحة. التمييز اللي صار بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة هذا مرفوض ومستهجن لدينا. احنا بدنا صندوق للتشغيل، بدنا صندوق تكافل اجتماعي، بدنا يعني بطلات، بدنا مساعدات للعمال، لانه غزة المحاصرة منذ 14 عام تستحق انه الكل يقدم لها مساعدات. نعاني الامرين ما قبل كورونا، فما بالك بعد كورونا. غزة تعاني، غزة كانها في حالة موت سريري. البطالة من جهة، و2005 من جهة، والعمال من جهة، والاوضاع الاقتصادية المنهارة من جهة. كل الأوضاع في غزة منهارة. ومع تعطل آلاف المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية عن العمل بفعل قرارات الحكومة لاحتواء الجائحة، توقف عن العمل في غزة وحدها ما يزيد على 45,000 عامل لم يتلقى أحد منهم أي تعويضات من الحكومة، وهو ما سيفاقم أوضاع العاملين أكثر فأكثر، ولا سيما إذا ما استمر قرار الإغلاق لفترة طويلة من دون حل لمشكلتهم. للأسف الشديد، في ظل عدم وجود الحقوق العمالية الخاصة بإمكانية توفير ضمانات اجتماعية لهؤلاء العمال، أصبحوا ضمن فئة الفقر المدقع، وبالتالي الخشية الآن في ظل هذا الوضع الحالي من زيادة انعدام الأمن الغذائي لهؤلاء العائلات. وبحسب الأرقام، فإن جائحة كورونا رفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 61%. تفاقم معاناة العمال في ظل جائحة كورونا يعكس بحسب خبراء فشل السياسات الحكومية في التعاطي مع ملف العمالة الأكثر تضررا من جراء التراجع الاقتصادي بفعل الحصار والانقسام. أحمد غانم، غزة، الميادين. وافق مجلس إدارة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس على تخصيص قروض لخمسة مشاريع جديدة بقيمة 1,300,000 دولار في روسيا والهند. ووافق البنك على قرضين للهند بقيمة 740 مليون دولار لتمويل إنشاء خط مترو في مدينة مومباي، ك
كما وافق على قرض لروسيا بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع تحديث البنية التحتية للنقل في الموانئ وتجديد الأسطول وزيادة شحن العابر وحركة الركاب. أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادلات التجارية ولا سيما البترو لإعطاء قوة جديدة للتجارة الداخلية والخارجية. وفي كلمة ألقاها أثناء تقديمه قانون مكافحة الحصار في المجلس الوطني التأسيسي، قال مادورو إن فنزويلا خسرت 99% من عائدات النقد الأجنبي بسبب العقوبات بين عامي 2014 و2019، كما انخفضت عائدات تصدير النفط من 56 مليار دولار قبل 6 سنوات إلى أقل من 400 مليون في العام الماضي. قانون مكافحة العقوبات يعد خطوة أولية لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والبترو في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير. توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن تتجه حركة الركاب في إجمالي العام الحالي إلى الانخفاض بنحو 66% بالمقارنة مع أرقام العام الماضي، وبذلك يكون الاتحاد الدولي قد عدل توقعاته السابقة بزيادة 3% ليؤكد تلاشي أمال تعافي القطاع في فصل الصيف وسط ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا وتجدد قيود السفر. قال رئيس قسم التكنولوجيا والمعلوماتية في وزارة الصناعة الروسية إن روسيا مستعدة لدعوة شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا إلى سوق المعدات للقطاع العام، شرط أن توافق هواوي على نقل تقنياتها للشركات الروسية. وبحسب المسؤول الروسي لم يحرز الجانبان الكثير من التقدم حتى الآن، لكن التعاون مستمر في سائر المجالات. تجاوز إجمالي الدين الألماني 1 تريليون يورو في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مرتفعا نحو 11% منذ بداية العام. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2010، ويعود إلى زيادة الإنفاق للتعامل مع أزمة كورونا في جميع مستويات الموازنة باستثناء الضمان الاجتماعي. وكان وزير المالية أولاف شولتز قد دافع عن زيادة الإنفاق بالقول إن عدم التصرف حيال أزمة كورونا سيكون أغلى بكثير من التصرف. وافق JP Morgan Chase على دفع أكثر من 920 مليون دولار وأقر بارتكابه مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية متعلقة بمعاملاته في العقود الآجلة للمعادن وأوراق الخزانة. وسيدفع البنك 437 مليون دولار غرامات و312 مليون دولار تعويضات، وسيرد أكثر من 172 مليون دولار في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول المشتقات. توقعت مجموعة عمل النقل الجوي العالمية التي تمثل شركات طيران ومطارات وصناع طائرات وأطرافا أخرى في القطاع بأن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم. وتوقعت مجموعة عمل النقل الجوي أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4,800,000 موظف من العاملين في قطاع الطيران، وما يربو على نصف 88 مليون وظيفة إجمالا يدعمها القطاع بنحو مباشر أو غير مباشر. تخطط شركة رويال دوت شيل لخفض 9,000 وظيفة أو 10% من القوة العاملة بها في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسة للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون. وقالت الشركة إن عملية إعادة التنظيم تساعد على توفير ما بين 2,500,000,000 دولار سنويا بحلول عام 2022.
تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% عند التسوية أمس، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود. وتراجع خام برنت تسليم تشرين ثاني نوفمبر إلى 41 دولارا للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي إلى 39 دولارا و29 سنتا للبرميل. ويأتي هذا التراجع في ظل تنامي المخاوف من ضعف الطلب العالمي بالتوازي مع ارتفاع المخزونات الأمريكية بواقع 1,600,000 برميل. أظهرت البيانات الصادرة عن الاقتصادات الأكبر في العالم تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بسبب إجراءات العزل المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد-19. وتراجع الناتج المحلي لبريطانيا 19% و8 أعشار، فيما تراجع الناتج المحلي الأمريكي 31% و4 أعشار. بهذا نختم النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا وإلى اللقاء.